السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخواني واهلا وسهلا بكم. ارحب بكم، معكم زياد هادي استاذ آلة العود في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. اتشرف بكم وارحب بكم اجمل ترحيب. احب قبل ما ابدا بموشح لما بدا يتثنى، هذا الموشح جدا مهم وهو من سلم النهاوند، وهو ياخذ الدليل سي بيمول بي بيمول لا بيمول. انوه على الدورات الموسيقيه بآلة العود لتعلم طبعا آلة العود وتعلم الغناء العربي. ف مثل ما نوهت في السابق انه مثلا دورات العود هي 8 محاضرات شهريا، وموجود رقم الهاتف الواتساب تحت الفيديو تقدرون تتصلون وتاخذون تفاصيل هي 8 محاضرات بسعر بسيط ان شاء الله. وايضا عندنا الغناء ايضا اللي به 3 مراحل مثل العود، يعني العود به المبتدئ المتوسط المتقدم، والغناء ايضا به المبتدئ والمتقدم او المبتدئ والمتوسط والمتقدم. ممكن في ناس اصواتها حلوه جميله يحتاج لها تعديل، ممكن في ناس يحتاج لها ثقافه موسيقيه تعرف القرارات والجوابات، صوته جميل لكن ما يعرف يستقر على درجه. لاحظ امامكم هذه الاغنيه او الموشح، مفتاح صول، دليل السلم سي بيمول مي بيمول لا بيمول، ميزان موسيقي 5/4، بدايته صول اوكي، فراح نقرا صولفيج بطيء، صول دو ري مي فا مي مي را را دو دو سي دو. نلاحظ هنا سي صارت ناتشرال يعني طبيعيه، هذا يسمونه عرضي يعني مؤلف يوضح. طبعا هي من اجمل الموشحات اللي بتبدا صول دو ري مي فا مي مي را را دو دو سي دو، صول دو ري مي فا مي مي را را دو دو سي دو، ري مي فا صول مي را را دو دو سي دو، ري سي دو سي دو، صول لا صول لا سي صول لا صول فا. لا دير بالكم ان لا بيمول يصير لا صول فا صول فا مي ر ر دو دو سي دو صول دو ر. وهكذا تقرا صولفيج صول دو ر مي فا مي مي ر ر دو دو سي دو صول دو ر مي فا مي مي ر ر دو دو سي دو ر مي فا صول مي ر ر دو دو سي دو ر سي دو سي لا صول لا صول لا صول لا صول فا صول فا مي ر ر دو دو سي دو صول دو ر مي فا مي مي ر ر دو دو سي دو. وهكذا الان مثل ما عودناكم انه نعزفها. لا بيمول، خلي في بالك سي بيمول بي بيمول لا بيمول. Thank you.
النهاية. أحاول إنه تفهموني أصدقائي، أنا أجزئ لكم إياها لأجل المبتدئين وليس المتقدمين. تحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، واللي عجبه إنه يشترك بالدورات الموسيقية حتى يتعلم النوتة الموسيقية ويثقف نفسه وأيضا يتعلم الغناء، أنا حاضر. مع السلامة، تحياتي لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.